وبعدين بحشي الاول بين الجلد واللحم وازق كده الحشوه لجوه بالشكل ده واوزع كده من فوق، تلاقي ما شاء الله الحمامه حجمها زاد. تمام كده، بس اوعي تزودي الرز ماشي. وبعدين نروح بقى واخدين من جوه قلب الحمامه نفسها اهي، ما تزودوش الرز لان الرز ده يعتبر لسه 3 ارباع سوى، هيحتاج مكان فاضي علشان يزيد فيه ويستوي فيه. فكده حلو قوي الكلام ده ماشي، لازم الفراغ ده. بعد كده هنجيب الرقبه، اهو بصوا زي ما ده غير جايب، بصوا سايبين فراغ قد ايه، كل ده فاضي. بصوا سايبه هنا فراغ بين اللحم والجلد، سايبه فراغ، وهنا كمان سايبه فراغ عشان الرز لما يستوي محتاج مكان يزيد فيه والحمامه لا قدر الله ما تفرقعش معانا. بالنسبه للرقبه هنحشيها زي كاننا بنحشي ممبار، بحط صباعين كده بفتح الرقبه وبالايد الثانيه بنحط الحشوه كده جواها بالمنظر ده وازق كده لجوه، بس لازم اسيب الحرف بتاع الرقبه فاضي عشان ده اللي هيقفل على الرز بتاع الرقبه. هوريكم دلوقتي ازاي، بصوا كده اهو، نزله كده، حاضر ابتدى الحجز، نزله كده، شايفين دي فاضيه ازاي، كل دي فاضيه ازاي، ده كده مع الميه السخنه هيروح قافل على الرز ما ينزلليش رز ابدا. والحمامه نكتف الجناحات كده على ورا ماشي. وتعالوا بقى نقفلها ازاي، الناس بقى اللي كانت زمان بتخيط والكلام ده مفيش الكلام ده، انا عندي هنا في فتحه، الاول هعملها كده بقى كده الاول، بصوا كده، وبعدين اروح واخده الرجل حطاها كده الاول، مش عارفه يا دغري، انا حاسه ان انا معذباك معايا صح، بصوا كده اهي اهي ماشي كده، دي اول رجل. الرجل الثانيه كده بالراحه خالص تحت الاولانيه بهذا الشكل، استنوا بس عشان ايه الجلوفز، مش قادره اقول لكم انا بتعذب قد ايه عشان اتحكم فيه. بس يا جماعه اهي شوفوا بقى الجمال، ادي الحمامه بالشكل ده، الرز اهو متوزع، هنا سايبه فاضي وهنا سايبه فاضي علشان الرز ياخد حيز كده بعد ما يستوي معانا وما تفرقعش مننا ابدا اهي بالمنظر ده ماشي. اول ما انزل بالحمامه كده والميه بتغلي كويس قوي هتروح قافله على بعضها، كل الفتحات اللي موجوده هتقفل، مش هتخلي فيه رز ابدا ينزل في الميه. اول مره هقول لكم السر ده، هنجيب شويه دقيق، الحمام بعد ما يطلع من الشوربه لازم يبرد كويس قوي تمام، واروح واخده الحمام معفرات عفيره خفيفه خالص كده في الدقيق كده، لا يشرب زيت ويقرمش ويفضل طري من جوه، تفضل لحمته طريه، الزيت ما ياثرش على لحمته تنشف، يفضل طري جدا من جوه، وبصي مقرمش من بره ولونه ذهبي بقى حكايه زي بتاع الاعلانات بالظبط كده. وادي الثانيه كمان نفس الحكايه، يا بنت انت اصبري اصبري كده، وادي الثالثه ماشي كده اهو، لازم اوترك معايا، مشكلتك ان انا ما بتوترش مشكلتك الازليه ان انا عادي جدا يعني، حتى لو الوقت خلص عادي كمل الوصفه عادي جدا يلا بينا. الزيت كان سخن قوي شلته من على النار، هننزل بقى بالحمام بسم الله، يلا بينا. يا سلام بصي ما شاء الله، وبس يا ستي اهم حاجه عندي بشوكه كده بالشكل ده، واول ما ينزل الزيت تقعدي تقلبي فيه علشان ياخد لون من جميع النواحي زي بعض بالظبط كده بالشكل ده.